الفيديوهات اللي فاتت عرفنا ازاي نمثل نقط معينة ونعرف الاحداثيات بتاعتها والطرق اللي بنستخدمها في الموضوع ده والاطوال والانحرافات والكلام ده. دلوقتي لو فرضت مثلا ان انا دلوقتي خلاص وصلت البوينتس بعضها وعملت موقع معين، الموقع ده كده هيكون ليه مساحة، والمساحة دي هتكون ليها أهمية كبرى، علشان مثلا لو أنا بقسم المشروع مثلا بتاعي المباني متعددة، أو مثلا عايز أعمل جنينة في النص، أو حتى في الـ applications الزراعية، هحتاج إن أنا أعرف المساحة دي بشكل دقيق. فبتوع المساحة قالوا إن إحنا علشان نعرف الـ area بتاعت أي جزء ممكن نستخدم طريقة من 4 طرق رئيسية. أول طريقة هي الطريقة الكمبيوتيشنال أو الحسابية، بمعنى أنا دلوقتي عندي معادلات رياضية بطبقها عشان أعرف المساحة اللي أنا عايزها، والطريقة دي تقريبا هي أشهر طريقة في السيرفينج عامة عشان أحسب بيها المساحات، و90% من كلامنا في الفيديو ده هيكون عنها أصلا. في طرق تانية زي الطريقة مثلا اللي بستخدم فيها الجراف، يعني ده معنى برسم الرسمة اللي عايز احسب المساحة بتاعتها على جراف، وساعتها من الجراف ده بحاول اعرف مساحتها بشكل تقريبي. وده طريقتين برضه هنتعرض ليهم بإذن الله تعالى لما نوصل لجرافيكال بعد ما نخلص من الكمبيوتيشنال خالص. وتالت حاجة طبعا الطريقة الديجيتال شوية، اللي انا دلوقتي مثلا لو عندي جهاز معين، والجهاز ده رسمت عليه مثلا جهاز على رسمت مثلا عليه ارض او مساحة معينة، ولنفترض مثلا على الاوتوكاد ولا على اي برنامج من البرامج اللي شبهه، انا اقدر باوبشن معين اعرف المساحه دي باستخدام البروجرامينج والسيستمز اللي عندي. ممكن برضو استخدم جهاز اسمه البلانيميتر، ده بعرف منه المساحه بتاعت اي حاجه انا عايزها برضو. والجهاز ده ليه نسخه بس ميكانيكال شويه، اللي هي بتبقى من غير اي ارقام، من غير اي ارقام ديجيتال، يعني ده معناه بيكون في حاجه زي سكيل كده بيحسب لي الموضوع ده، وبتكون بدائيه عن الديجيتال. لكن زي ما قلنا احنا شغلنا كله في الشابتر ده، واللي هيكون عليه تقل اصلا الحسابات هو الكمبيوتيشنال. دلوقتي احنا لو قسمنا الطريقه دي اللي هي الطريقه الحسابيه للمساحات على 4 اشكال او على 4 محاور رئيسية، هنلاقي إن أول محور رئيسي هو الأشكال المنتظمة. وقصدي بالانتظام مش شرط إن هي تكون منتظمة أوي، إن هي مثلا تكون كل السايدز أو كل الضلوع مساوية في الطول، ولكن القصد إن الأشكال دي أنا حافظ لها من زمان خالص معادلات أقدر أجيب بيها المساحة بتاعتها. يعني الدايرة أنا من 5 ولا 6 ابتدائي وأنا عارف إن هي بتساوي الباي في ال r squared، يعني ده معنى مثلا الباي بتساوي 3 أو 14% أو 22/7، والمستطيل بيساوي الطول في العرض، والمربع الطول في العرض، لكن الاتنين بيكونوا نفس الطول، فبالتالي ممكن بساوي الطول تربيع. هلوم مجرا بقى بقية الأشكال، وعامة هما دول أشهرهم، السكوير أهو والريكتانجل، واهم حاجه بقى المثلث. المثلث انا حافظ من زمان ان هو بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، ولكن في الحياه الحقيقيه هلاقي نفسي ان انا بستعمل قاعدتين تانيين. اول قاعده ان انا دلوقتي لو عندي طولين وعارف الزاويه اللي بينهم، فساعتها الاريا هتساوي النص في حاصل ضربهم في ساين الانجل اللي بينهم. هي دي القاعدة الأساسية، وأصلا القاعدة اللي فوق دي تبقى مجرد حاجة ممكن نقول زي special case منها. وفي قاعدة تالتة، ودي يعني احنا كنا بنستخدمها نادرا صحيح فعلا قبل كده، ولكن هي أساسية يعني مهمة برضو. دلوقتي لو أنا عندي 3 أضلاع للمستطيل للمربع للمثلث وعايز أعرف الأريا بتاعتهم، جه واحد يوناني اسمه هيرون كان حط لها حاجة زي فورميلا استخدمها، اللي هو بجيب نص المحيط بتاع الشكل اللي انا عايزه اللي هو المثلث واحطه في المعادلة دي. روت كده
والاس اللي احنا زي ما قلنا نص المحيط، في الفرق بينه وبين الطول الاول، في الفرق بينه وبين الطول الثاني، في الفرق بينه وبين الطول الثالث. المعادله دي على قد ما هي بدائيه وزي ما قلنا من ايام اليونان، الا انها بتريحني كتير جدا، عشان في المسائل هلاقي ان ممكن مثلا يجيب لي المثلث بثلاث اضلاع بس. ممكن يجي واحد يقول مثلا طب اجيب زاويه واستخدم القانون بتاع الساين ده، هتصعب على نفسك، ده غير ممكن الجيفن يكون على قد بس السايز دي. فبالتالي برضو لازم اهتم بالقاعده دي جامد، عشان بيحب في الامتحان برضو يلعب عليها، يكون انها نادره فبالتالي يقول لك ايوه عشان نادره يبقى الناس ممكن تحود النظر عنها. ودي اشكال تانية وان كانت مش مهمه قوي، بس برضو علشان نعرفها. لو في عندي اليبس، الاله بتاعتها بتساوي الاي في البي في الباي. ولو عندي سيكتور اللي هو قطاع من دايره، بعرف النسبة بين الزاوية اللي هو عاملها والنسبة بين 360 واضربها في الباي ار سكوير، يعني ده جزء من دايرة، فانا بعرف النسبة بينه وبين الدايرة الكاملة واضربه في الاريا الكاملة، يعني كأنها نسبة وتناسب. يعني برضو دي ما تعتبرش قاعدة جديدة قد الاليبس. وإثبات القاعدة دي كنا خدناها في الهندسة التحليلية وفي التكامل السنة اللي فاتت، لكننا برضو مش هنحتاج بس غير ان احنا نعرفها من غير اثبات، واصلا يعني نادرا ما بتيجي، بس برضه من باب العلم بالشيء نقولها. وفي شكل تاني هو الترابيزويد اللي هو المعين، وشرط أساسي فيه إن يكون فيه تو سايدز متوازيين أو بارلل مع بعض. لو الكونديشن ده متحققش يبقى شكل بقى رباعي، مقدرش أعرف العلاقة بتاعته. الأريا بتاعته بتساوي متوسط المجموع بتاع القاعدتين الموازيين لبعض في الهايت بتاعنا. وبرضه القاعدة دي واخدينها في تانية إعدادي، يعني اللي هي برضه مش شيء كبير. طب لو عندي اي بوليجون عامة بقى، سواء كان شكل خماسي او سداسي او سباعي او ثماني، فساعتها ممكن اعوض في القاعدة دي عامة اللي هو ال n اللي هو number of sides، عدد الاضلاع اللي في المضلع. دي ممكن اطبقها في اي حالة عامة، سواء كانت خماسي او سداسي، بعوض في المعادلة دي وساعتها بيطلع لي ال area. وال s ده هو طول الضلع، وزي ما قلنا اصلا ده لأشكال منتظمة فقط، فبالتالي بعوض بيها ويطلع لي اللي انا عايزه. طيب الاشكال دي احنا ممكن نضمها تبع الاشكال النمطيه الستاندرد اللي انا عارفها، ودي مهمه جدا عشان بيها بقى بقدر اعرف المساحات بتاعت الاشكال غير منتظمه. لو عندي شكل زي ده، لاول وهله هيجي حد يقول ايوه طب ما الشكل ده يعني قشطه يا عم الحاج، ممكن يبقى ترابيزويد اللي قلنا عليه، بس هنلاقي ان هو مش كده فعلا، عشان الضلع ده مش موازي للضلع ده. طب طالما هو مش موازي ليه بقى كده خلاص الشرط زي ما قلنا اتنسخ. فقاعده لما الاقي شكل ملعبك كده بقسمه لاشكال معلومه المعادلات، معادلات المساحه يعني. فانا لو جيت قسمت الشكل ده نصين، ساعتها يعمل لي مثلث هنا ومثلث هنا، واجيب بقى الايريا بتاعت كل مثلث بقاعده الساين او قاعده هيرون. واهتم بقاعده هيرون جدا علشان بتوفر عليا كتير، وساعات الجيفن اصلا بيكون على قد القاعده دي بس مش مكفي الساين كمان. يعني غالبا لما بيجيب اصلا شكل زي ده ويقول لي اقسمه نصين، نص الاولاني بحسبه بالساين عادي، والنص التاني الجيفن بتاعه لان هو قاصر يعني احسبه بالساين، فبالتالي ببص للهيرون. طيب ودي برضو يعني حاجة بديهية. لو أنا مثلا عايز أعرف طول الضلع التالت بستخدم قاعدة جيف التمام اللي هي كوساين رول اللي عارفها من زمان. والقاعدة دي برضو احنا كنا خدناها في تانية ثانوي، وخدناها برضو في سكاشن المساحة، اللي هي بتساوي الطول ده تربيع زائد الطول ده تربيع ناقص اتنين في الطول ده في الطول ده في جيب تمام الزاوية اللي بينهم، كله طبعا تحت الروت. وقاعدة فيثاغورس تبقى مجرد حالة خاصة من قاعدة جيب التمام، قال يعني لما أخلي الزاوية ب90 فساعتها ألاقي إن الترم التاني ده كله طار مني عشان جبت من 90 بصفر، ساعتها تبقى لي بس دي تربيع زي دي تربيع، وأحطهم كلهم تحت الروت. طيب شكل زي ده عايز أحسبه، زي ما قلنا بنقسمه لأشكال معلومة المعادلات أو معلومة الفورميلا. طيب فساعتها A1 و A2 و A3، واكتب بقى المعادلة العامة للقاعدة لل area total، هيطلع لي بالشكل ده، وبعمل تعويض مباشر. طب بقى في special case مهمة جدا، لو فرضنا ان الشكل ده مقفول لحد هنا والنص دايرة دي مش موجودة، ولكني انا
عملت نص دايرة من جوه، قال يعني تجويف. فساعتها المعادلة هتبقى A2 اللي هو المستطيل ده، واخس منه اريا دي زائد اريا دي. فبرضو وانا بطلع المعادلة بتاعة الشكل علشان ما لخبطش نفسي بالموجب والسالب، بجيب الشكل الرئيسي، وده غالبا بيكون شكل رباعي منتظم او معلوم المساحة، سواء كان ترابيزويد او ريكتانجل او سكوير وترانجل، وبشيل منه التجويف اللي انا عايزه، عشان دي هتقابلنا كتير في المسائل الجاية. وبعمل تعويض مباشر انا عارفه وخلاص. طيب كده احنا خلاص عرفنا ازاي ان احنا نطبق المعادلات اللي احنا عارفينها من زمان في الاشكال المالتي ريجولار، اللي هي بتكون اشكال غير منتظمة في حد ذاتها، لكن لما بقسمها بتطلع لي اشكال معلومة المساحة. في بقى طريقة تانية، لو فرضنا ان احنا خلاص رجعنا لموضوع بتاع المساحة، الطريقة اللي فوق دي كانت معتمدة على خلاص بعد ما جبت النقط بتاعة الموقع وصلتها ببعض، عرفت الأطوال والزوايا بتاعتها وقعدت أحسب. طب جالك واحد تاني قال لك أنا جبت الكوردينتس على طول، جبت الإحداثيات على طول، ومن غير بقى ما أدخل في القصة الوسخة دي، عايز أجيب الطول بتاعها. فساعتها هم عملوا طريقة أقدر أحسب بيها المساحة بتاعة الشكل ده بمعلومية الإحداثيات فقط. اللي فاتت كانت بمعلومية الانحرافات اللي هي الزوايا يعني والاطوال، عشان زي ما قلنا اصلا التلاتة مرتبطين ببعض، يعني الانحرافات والزوايا والكوردينتس مرتبطين كلهم ببعض ونفس السكيما. فالطريقة دي سهلة ولكنها محتاجة تركيز. اول حاجة بختار ان انا امشي clockwise، يعني ده معناه مثلا لو انا هتسنتر عند الاي، يعني هبدا القياسات عند الاي، بس انا امشي اي بي سي دي اي. طب واحد تاني قال مثلا ابدا عند سي، مش مشكله، بس هتبقى سي دي اي بي وارجع للسي، نفس الكلام. فانا بعمل جدول البوينتس، بخليها بقى بالترتيب اللي قلت عليه. مثلا لو هنا ابدا من اي، مش مشكله، بقى اي بي سي دي، واقفل الشكل بان انا ارجع نقطه الاصل اي، واسجل بقى الاي بتاعه الايست اللي هو زي ما قلنا المركبة الأفقية اللي كانت موازية لمركبة الإكس أو الآي في الميكانيكا والاستاتيكا والكلام ده، وأعمل لهم جدول كده محترم. ونفس الكلام في مركبة النورث الرأسية الموازية للجي وموازية للواي، وأعمل أضرب ده، وأعمل بقى ساعتها جدول، قصدي أعمل عمود تاني بقى خاص بالإي في الإن، وواحد تاني خاص بالإن في الإي. الإي في الإن ببدأ بأول إي وأضربها في ال NB اللي قطرية ليها، وسجل الريكوردينج مثلا هنا. انا هشرط الجزئية دي عشان ما تلخبطش، علشان ممكن لو واحد حطها هنا او هنا يتلخبط في الاخر، وانا مش عايز اتلخبط وعايز اريح دماغي. فانا يفضل ان وانا بقسم الجدول اخلي الجزئية دي متهشرة، واعمل EN وال NE بالطريقة دي. زي ما قلنا انا في E في ال N بدأت بال E، فساعتها EA في ال NB وهحطها هنا، اي بي في الان سي واحطها هنا، والاي سي في الاي دي واحطها هنا، والاي دي في الان اي واحطها هنا، واجيب مجموعهم. هنا ان في الاي فابدا بالان اي وامشي قطر ان اي في دي، احطها هنا جنبها، ونفس الكلام. وبعد ما اخلص الجدول ده من ناحيتين بجيب المجموع ده والمجموع ده، والاريا هتساوي نص الفرق ما بينهم، والفرق ده بيكون absolute value، بمعنى ان هي ما ينفعش تطلع الرقم بالسالب. عمرك شفت اريا بالسالب؟ لا، الحاجات دي بس في مسائل الفيزيكس لما انا بطلع الكتله بالسالب ولا قطر الانبوبه بالديكومتر والحاجات الغريبه دي، ولكن الاريا دايما بتكون بالموجب. وباخد ابسولوت عشان ممكن مثلا واحد يختار ترتيب مختلف، ممكن واحد يعكس، فساعتها مش مشكله. وبرضو يعني ممكن الجدول ده زي ما قلت ان هو بيريحني في القرايات. في بقى فورمة تانية ليها بتكون أوضح شوية، أهو بكتب كل إيهات وبكتب كل إنات. أول حاجة بجيب الإي في الإن، فأمشي قطريا كده وأجمعهم مع بعض، وأمشي قطريا كده وأجمعهم مع بعض وأجيب الفرق. هي دي نفسها اللي فاتت، بس طبعا شكلها في جدول اشيك بكتير، وبرضو عشان لو انا اتلخبطت في حاجه. طبعا الجدول ده يعني وانا بعمله
وارد جدا احط رقم مكان رقم، فبالتالي بيكون مريح جدا بالنسبة لي لو انا عملتها في جدول، عشان لو في رقم غلطت فيه بمسحه او بشطب عليه وبكتب رقم تاني. فعشان كده الطريقة دي اريح يعني، ولكن الدايجرام اللي فات بس علشان يوضح لي الفكرة عامة وما اتلخبطش. طيب مثال، قال لي دلوقتي الشكل ده A B C D، احسب لي الاريا بتاعته. زي ما قلنا اول حاجة ان انا بقسم اي اريا بلاقيها لمجموعة سكاشن واجيب اريا كل سكشن. لو قسمتها لازم ادور على الاشكال السهلة الاول، بمعنى احنا قلنا الاشكال السهلة دي هي معلومة المعادلات او الفورمولا، اللي هو مثلا سواء كان مربع ولا مستطيل ولا مثلث ولا دايرة كده يعني. فانا طلع لي A B C D، بس للأسف الشديد الشكل ده أصلا أولا يعني ممكن ما يكونش مربع قوي، ده غير إن هو مديهولي مش مديني الأطوال بتاعته، مديهولي بالكوردينتس، فبالتالي أعرف إن أنا لازم أحسبه بطريقة الكوردينتس اللي فوق. طيب أضاف فيها شكل تاني اللي هو عدل، الشكل ده اللي هو النص دايرة دي. النص دايرة دي هسميها مثلا A2 ودي A1، وأجيب الأريا بتاعت كل شكل. أبدأ بالشكل ده، بعمل الجدول بتاعي زي ما قلنا كلوكوايز، ببدأ من أي نقطة ولازم أنتهي عندها نفسها، وده غلط شائع جدا إن أنا أمشي A B C D وأنسى أرجع لنقطة وأحط لها خانة زيادة. الخانة دي بتبوظ لي المسائل كلها، ويبقى في فرق كبير جدا وأنقص كتير لو أنا نسيتها. وبضرب تاف ده زي ما قلنا E في الـ N، أبدأ في الـ E، فالـ E في قطرها وأجمعهم مع بعض طلعوا لي ده، ونفس الكلام هنا بدأت بالـ N في قطرها برضو وجبت الفرق وضربته في نص. طيب كده جبت A1. A2 بقى بجيبها ازاي؟ A2 انا عارف ان هي بتساوي باي ار سكويرد، والار دي هي نص القطر. هنا بقى هرجع للتحليه بتاعه التالتة اعدادي. انا لو عندي مثلا نقطه باحداثيات معلومه ونقطه تانيه باحداثيات معلومه وعايز اجيب الطول بتاعها، بجيبه ازاي؟ بقاعده فيثاغورس، الفرق ده تربيع زائد الفرق ده تربيع كله تحت الروت. فانا هعمل الكلام ده كله هيطلع لي الطول بي سي. الطول بي سي ده بقى انا عايز اجيب ده هيكون ممثل القطر بتاع الدايره دي، عشان هو قال ان هي نص دايره، فاقسمها على 2 عشان اجيب نصف القطر واعوض في المعادله بتاعتي. وده يوضح لي حاجه مهمه جدا في قاعده الكوردينتس دي، بستخدمها للبوليجونز بس، المضلعات بس، ما ينفعش استخدمها في الدوائر. فعشان كده وهو جاب لي دايره في شكل بالكوردينتس بحولها لطوال عادية. وممكن يجي واحد مثلا صعيدي يقول انا احول دي كلها لطوال وبعد كده اجيب زوايا واحسبها، لكن الطريقة دي زي ما قلنا صعبة. فاللي هو عامة انا عشان اسهل على نفسي لو جابها لي كوردينيتس بحلها كده على طول، ولو جه واحد استخشم وقال ان هو يحول كل الحاجات دي لطوال وزوايا هضيع على نفسه وقت وهينقص في الاخر، عشان الدكتور لما بيحطها في الامتحان بيكون عايز يختبر ايه فهمك للطريقة دي. طيب كده الحمد لله خلصنا من الأشكال زي دي. فاضل بقى نوعين من الأشكال صعب شوية. لو أنا مثلا جيت رسمت حاجة زي كده، ده المفروض هو خط مستقيم لكنه تعبان عشان الماوس بتاع اللابتوب بيكون فيه المشكلة دي يعني، ماشي، وده هايت وده هايت برضو، وجيت عملت حاجة زجزاج وزجزاج غير منتظمة، يلاقي تعرجات كأني ماشي على جبل. يجي واحد يقول لك انا احسبها بطريقه حلوه ان انا اقسم كل دول لمثلثات واحسب الاريا بتاعت كل مثلث. الطريقه دي مش عمليه في حاجات كتيره، اول حاجه تضيع وقت طويل مني، تاني حاجه ان المثلثات دي ممكن يكون عددها كبير نسبيا، تالت حاجه ان انا ممكن ما يبقاش عندي الاطوال، فبالتالي ده شكل غير منتظم. وزي ما قلنا الاشكال غير منتظمه كنت بقسمها لأشكال يعني معروفة المعادلات، لكن حتى لو قسمتها زي ما قلنا تبقى صعبة. فهنا بقى جت طريقة جديدة اسمها الـ trapezoidal rule أو الطريقة المعينة، جاي يعني كلمة معينة اللي هو إيه؟ بقسم الشكل ده لمجموعة معينات. المعين زي ما أنا عارف اللي هو خطوط متوازية لبعض، يعني ده يكون موازي لده عشان أعمل معين من الشكل ده، بحيث أهم شرط في الطريقة دي إن المسافة من هنا لهنا تكون متساوية، يعني مثلا لو مشيت هنا بمتر يبقى أفضل ماشي متر في كله.
طبعا انا بختار الفرق ده بالنظر، وفي الامتحان بيكون اصلا مديني المسألة بالفرق، يعني هو كده كده في الامتحان بنسبة 99.9% بيجيب لي شكل ويجيب لي الزجزاج بتاعه والهايتس مثلا، ويقول لي الفرق مثلا بكل واحد 40 سم، لكن نادرا ما يرميني في البحر يقول لي عيش مع نفسك. لو جابها لي لا قدر الله، وده وارد برضه كيف سنة من السنين حوالي سنة 2014 او 15، ساعتها انا بختار سكيل مناسب بحيث ان انا لما ارسم الهايتس دي اضمن على قد ما يقدر ان هو يعمل لي شكل محترم، وفي نفس الوقت مغطي الارياس كلها، ويكون طبعا كلهم متساويين. طيب والاريا بقى هتساوي ايه؟ هتساوي مجموع المساحات بتاعة الترابيزويدز دي. هنا بقى كسبت حاجة، ان انا لما عملت الترابيزويدز دي وضمنت ان الاطوال اللي هنا كلها متساوية، اعمل تعويض مباشر وهجيب القاعدة، هجيب قصدي الاريا بتاعة الشكل ده، او الاريا هتساوي زي ما قلنا الاريا المفروض بتساوي h1 plus h2 على 2 في الارتفاع هو x، زائد h2 plus h3 على 2 على x، واكمل لحد الاخر. هنا هاخد بقى نص common factor، فساعتها هيبقى لي السايد ده هيكرر كل شويه مرتين عشان محشور بين تو ترابيزويدز يعني. فساعتها هلاقي الفورمه العامه هتبقى الطول على 2 زائد اول ارتفاع، وبحسبه من نقطه الاصل اللي هي بدايه خالص، زائد اخر ارتفاع عشان بيكرر مره واحده بس، زائد 2 في المجموعه، في المجموع بتاع الارتفاعات دي كلها. ليه؟ عشان كل واحد بيكرر مرتين، يعني انا لما بحسب ده وده وده بجمعهم بلاقي ان كذا مره ده بيكرر مرتين، وده مرتين، وده مرتين، وده مرتين، وده برضه مرتين، فبالتالي ممكن احفظ القاعدة دي. وهو بيقول لي اهم شرط ان تكون المسافات متساوية، عشان اصلا لما قسمت التقسيمة دي ارتحت في حاجة ان جبت الاكس ثابتة. طب مثلا لو متغيرة، ساعتها بقى هلاقي نفسي ان انا بجمعهم كلهم ترابيزويدز منفصلين، والاقي نفسي بقى بجيب علاقة لكل واحدة من دول. وزي ما قلنا اصلا يعني احنا ما ينفعش نقسم الشكل ده للتقسيمة التقليدية، يعني مثلا كان ممكن واحد يقول انا اقسم دي كلها لمثلثات واحسب كل مثلث، ده ما ينفعش. طيب اهم حاجة بس قلناها ان القاعدة دي ليها كونديشن رئيسي، انها بتطبق على البروكن لاينز اللي هو الشكل الزجزاج ده. هو احنا هنا الشكل ده مش زجزاج، بس احنا اعتبرناه زجزاج، لكن المفروض الحاجة الحقيقية اللي تطبق عليها شكل زي ده متعرج. ليه؟ عشان حتى زي ما قلنا دي قاعده ترابيزويد، الترابيزويد ده معروف ان لازم يكون كله ستريت لاينز، اي بوليجون في الدنيا او اي شكل رباعي بيكون مكون من خطوط مستقيمه، الخطوط المتعرجه والكيرفات والكلام ده ساعتها هيبوظ لي الشكل. طيب فدي حاجه بديهيه برضو. طب لو فرضنا مثلا ان في كيرف معين، يعني حاجه بالشكل ده او حاجه برضو بالشكل ده، فساعتها بستخدم قاعده تانية خالص، هي قاعده عام سيمبسون. كأوفرفيو سريع بس على القاعدة، كل حكاية من حوالي يعني 400 أو 450 سنة، جه واحد اسمه توماس سيمبسون قال والله دلوقتي لو أنا مثلا عندي كيرف بالشكل ده على جراف مثلا يعني، وعايز أحسب التكامل بتاع الكيرف ده ما بين مسافتين. طبعا احنا خدنا كل حاجة في التكامل وازاي أحسبها، لكن هو كان عايز طريقة عددية بحيث تعويضات كده، حاجة زي فورميلا أحط فيها الجيفن اللي عندي بأيا كان التكامل أو أيا كان الكيرف يجيب لي نتيجة تقريبية للمساحة اللي أنا عايزها. فساعتها هو حط قاعدة، والقاعدة دي بتوع الهندسة المدنية قالوا هو أصلا كان حاططها في الأصل علشان يحسب التكاملات، وإحنا عارفين من دراستنا إن التكامل الكيرف بيساوي المساحة اللي تحته. بتوع الهندسة المدنية بقى خدوها وقالوا احنا نطبقها في حالات المساحة، بمعنى لو انا عندي اي كيرف اطبق القانون بتاع عم سيمبسون ده فاعرف المساحة بتاعته واريح دماغي. القاعدة دي يعني كانت مبنية على ايه؟ ان انا دلوقتي بقسم الكيرف بتاعي لمجموعة برابولاز، او اللي هي اشكال حدوة الحصان دي او البرابولا. طيب على رأي دكتور حسين عبد السلام، فانا بعد ما اقسم الشكل كده بجيب الطول المتوسط
يعني فضل الشكل تقريبا فعلا على شكل برابولا يعني، وبعوض في المعادلة اللي هنوريها لكم دلوقتي. والمعادلة دي اثباتها مش علينا اصلا، يعني انا بحفظها. يعني معادلة ترابيزويدال قلنا اثباتها اه، ولكن معادلة سيمبسون اثباتها اصلا تبع التكاملات مش تبعنا خالص، دي حاجات كده معقدة بره الموضوع بتاعنا، احنا يهمنا بس نحفظها ونطبقها. وبعد كده بحسب المساحة عادي جدا. فالقاعدة دي عامة بتساوي كده زي ما قلنا برضو، الكومن جراوند بين طريقة الترابيزويدال طريقة السيمبسون ان انا بقسمهم كلهم لنفس المساحات، قصدي لنفس الاطوال، يعني هنا اكس واكس 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 اكس، فانا بعمل نفس الكلام في عم سيمبسون. بس الفرق طبعا بقى ان هو هيطلع لي كده، في حتى لو شفنا شكلها ان في حاجه زي حدوه او البرابولا زي ما قلنا عند كل كيرف تقريبا، سواء بقى كان طالع فوق او نازل تحت. فانا بقوم قايل له معادله اكس على 3 زائد اول اتش اخر اتش، حتى برضو في الترابيزويد كان اول اتش واخر اتش، بس فهنا هنا بدل كانت على 2 برضه بقت على 3 زائد، هنا كانت 2 في كله، هنا بقى لأ 2 في مجموع الحاجات ال odd. يعني مثلا لو احنا قلنا ان ده اول عمود يبقى ده تاني عمود تالت عمود رابع عمود خامس عمود سادس عمود سابع عمود، بعد العواميد من اول حاجة خالص في الرسمة. طيب انا يعني كده عدتها 2 في مجموع العواميد ال الفردية اللي هي عددها فردي، زائد 4 في المجموع الزوجي، حتى هنا 3 و5 هنا 4 2 و4 و6. طيب طب قانون سيمبسون ده زي ما قلنا اكيد لازم يكون ليه شرطين عشان اطبقهم. اول حاجة الشرط ده برضه موجود في الترابيزويدال، المسافات متساوية، عشان لو مش متساوي ساعتها بقى احسب كل كيرف مع نفسه. تاني حاجة عدد الأعمدة لازم يكون فردي، بمعنى لازم يكون لما عدد العواميد من اول واحد لحد 7 تكون كلها عدد فردي، او بطريقة اخرى عدد التقسيمات او البارتيشنز دي يكون زوجي. يعني هنا ده بارتيشن 2 3 4 5 6، وزي ما قلنا دلوقتي ان انا لو عندي فراغات وعايز احسب بقى الليميتس او الحدود بتاعتها بجمع عليها واحد. يعني مثلا لو في 6 بارتيشنز يبقى الفاصل بتاعتها 7، 7 يبقوا 8، لو n يبقى n بلس 1. فبالتالي لو عددهم زوجي وزودت عليهم واحد يبقى كده عدد العواميد او الفاصل هيكون فردي، عشان زي ما قلنا قاعدة سيمبسون أصلا الأصل بتاعها اللي هو إيه، بيحسب الأريا بتاعة البرابلا. فماشي هنا في برابلا 2 3 4 5، أفضل أعد. فبالتالي لو حصل خلل الموضوع مش هيكون مظبوط معايا. ولكن مثلا لو فرضنا إن أنا خلاص الشكل اللي جالي متقسم في الامتحان على عدد بارتيشنز زوجي أو عدد عواميد فردي زي ما قلنا الاتنين صح، لو جالي مثلا متقسم 8 عواميد فساعتها زي ما قلنا لازم يكون فردي، يعني ساعتها بحسب 7 بس، والتامنة دي اعتبرها وهي كأنها شكل ترابيزويد واحسبها. يعني هنا قال لي لو عدد الأعمدة زوجي ولكن لقيت مثلا الشكل الأخير يا إما خط مستقيم كده يا إما كيرف عادي، فأنا بحسب سيمبسون على السبعة دول. هنا مثلا في كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6، 6 عواميد، انا اخري بس 5 زي ما قلنا في سيمبسون بياخد 5 اللي هو عدد odd او فردي. طيب انا كده خلاص حسبتها زي الفل، يبقى لي بقى البارتيشن ده بعمله ويا كانه ترابيزويد، عشان ساعتها حتى لو في ايرور هيكون بسيط جدا. يعني انا لو رسمت حاجه زي كده مثلا اهو كيرف ده، لو جالك واحد قال لك انا جيت البارتيشن دي ووصلتها من هنا لهنا، الفرق مش هيكون كبير قوي عشان بتعامل مع جزئيه واحده، ولكن الغلط ان انا اعامل كل ده على انه بقى خطوط مستقيمه. ف مسموح اه يعني، وانا ممكن اسامحك يعني مثلا لو انت جيت هنا وكروت لي مثلا في سنتي ولا 2 سنتي، لكن سنتي على سنتي في البارتيشنز كلها بيزيد، فلاقي نفسي مثلا بعد ما كان عندي مساحه الايرور في البارتيشن 1 2 سنتي ومثلا 100 بقوا 2 متر، فطبعا الكلام ده مش هيكون شغال معايا وهيسبب لي كمان مشاكل في الحسابات. طب لو فرضنا اهم حاجه طبعا زي ما قلنا في قاعده الترابيزويدال وسيمبسون ان لازم القاعده بتكون ستريت لاين، خط مستقيم.
اللي فوق متعرج ولا متكرف مش مشكلة، ولكن أهم حاجة إن لازم القاعدة تكون حاجة ستريت. طيب ماشي، لو فرضنا بقى إن القاعدة ساعتها من فوق في كيرفات مثلا، أو من تحت في كيرفات برضو، فساعتها بشقها نصين، بوصل بينهم كده بخط مستقيم، وساعتها بطبق سيمسون فوق وسيمسون تحت. طب مثلا لو فوق كيرفات وتحت بروكن لاينز، حاجة زجزاج كده، يبقى فوق أطبق سيمسون وتحت أطبق ترابيزويدال. يعني هو في الامتحان حتى لما يجيب مسألة زي دي بيجيب مثلا عليها 15 20 درجة، ممكن يلم لي كل الحاجات فيها، يعني يجيب فيها مثلا حاجة بالكوردينتس، وبعد كده حاجة بالسيمسون، وحاجة مثلا بالترابيزويدال، وبعد كده كام مثلث على كام دايرة، وصلحهم كلهم مع بعض بقى كده، بيبقى كومبينيشن لذيذ، لكن بيكون على درجات كتيرة، يعني مثلا 10 درجات ولا 20 درجة في حاجة لو ركزت فيها هجيبها، يعني تبقى نعمة ونقمة في نفس الوقت. نعمة في ان انا بلاقي درجات سهل، ونقمة في ان انا بلاقي نفسي بكتب وبحسب كتير، ولازم اركز برضو عشان الرقم هنا ولا هنا غلط بيبوظ لي المسألة. طب بقى في سبيشال كيس في قاعدة سيمسون او في قاعدة الترابيزويد، لو مقسم لي كله مسافات متساوية وجالي على اخر حتة وقسمها لي مسافة تانية، يعني مثلا لو ماشي بريتم 5 5 5 5 5 وجيت مثلا في الاخر وقفت عند 2 سم ولا 3 سم، فساعتها بعتبرها برضو كأنها بالظبط الحالة بتاعت الاعداد العواميد الفردية اللي بتاعتي زوجية، باخد الجزئية اللي اقدر احسبها بسيمسون او بترابيزويدال حسب بقى كان دي كيرفات ولا زجزاج، والجزئية التانية بحسب القرية بتاعتها عادي جدا. يعني ده معناه هما كلهم برضو بيصبوا في نفس القاعدة الذهبية، اللي هو ايه، بقسم الشكل اللي عندي على قد ما اقدر على سيمسون او ترابيزويد، وهيبقى لي كده ديفيجن بانتجارية بعيدة عنهم بحسبها بالقانون العادي جدا، بعتبرها يعني approximately كأنها خط مستقيم، وحتى لو في ايرور هيطلع مش مشكلة، سامح في 2 سم ولا سنتي واحد، طالما يعني هي في ديفيجن واحدة بس كده، زي ما قلنا بانتجارية ملهاش لازمة. كده خلصنا طول الكمبيوتيشنال ميثود اللي هي كلها حسابات، فاضل بس ان احنا نشوف مسائل السكاشن اللي فيها، ولكن اول بس هنمر ببقية الطرق. يعني دي طريقة التمثيل البياني، بمعنى الطرق اللي جاية دي كلها مختلفة عن الطرق الحسابية، ان انا ساعتها ما بحطش اي معادلات، ولكن بستخدم كده شغل معين بعيد عن الحسابات عشان اعرف الاريا. الجرافيكال دي بيجي لي سؤال نظري مثلا، يقول لي احسب لي الطرق الجرافيكال، احسب لي قول لي مثلا الطرق بتاعة المساحة، وقول لي مثلا امتى بستخدم الجراف، امتى بستخدم الطريقة الجرافيكال دي وانواعها. اهم حاجة طبعا في الشكل الجرافيكال ان هي يكون irregular، الشكل غير منتظم، والا طبعا ما كنت احسبه باي طريقة وخلاص. وتاني حاجة لازم يكون موجود على خريطة، عشان الخريطة بتكون رسمها لي to scale، فبالتالي لما انا بعرف الاريا من هنا على الخريطة ممكن اوقعها في الحياة طبعا بشغل السكيلز اللي قلناه في الكام فيديو اللي فاتوا دول. دي بقى ليها طريقتين، اول حاجة طريقة take and give اللي هي طريقة خد ودي، بمعنى انا لو عندي شكل مثلا زي ده، الشكل ده هو تقريبا مدي على شكل مثلث، فبرسم مثلث، والحتة دي مثلا بفرض ان انا حطيتها جوه المثلث، قال يعني بفضل اخد واحط يعني لحد ما يعمل لي شكل مثلث اصلي، واحسب مساحته. دي عاملة بالظبط زي ايه، انا مثلا لو بعمل كحك دلوقتي بيكون عندي حاجة كده زي الاسطمبة بحط فيها الكحك، فبعمل ايه، بفضل احط مثلا دقيق او العجينة في الاسطمبة دي مثلا بتاعة الكحك، وبعد كده لو في اي رايش او حاجات زيادة باخدها. هي دي بالظبط نفس الفكرة بتاعة take and give او طريقة خد ودي. طيب الطريقة التانية هي الـ Squares Method، ودي الطريقة اللي كانوا بيعلموها لنا في أولى وتانية ابتدائي، كانت تيجي مثلا أبلة سماح بتاعة الرياضة وتقول هاتوا كشكول مربعات نص سنتي أو سنتي مثلا، وارسموا فيه شكل معين واحسبوا الأريا بتاعتها بأن كنتوا تعدوا المربعات دي، ومثلا لو هنا في ربع مربع يبقى هنا مثلا ربع وربع، و مثلا هنا ولنفترض تلت، وبعد كده بكمل لحد ما يعملوا مربع واحد، وأنا بعدهم في الآخر بيقول لي هي دي المساحة. فالتلاتين دول أصلا بيعتبروا إن مفيش أي حسابات رياضية بعملها، بس إلا شغل التجميع العادي، يعني اللي هي مش صعبة. في بقى طرق اللي هي رقمية أكتر، ودي خاصة يعني بالتكنولوجيا الحديثة اللي طلعت لي، إن أنا أحسب القراية على الكمبيوتر، ودي أشهر حاجة اللي هي الأوتوكاد اللي إحنا كنا بناخد الأساسيات بتاعته في إعدادي.
برسم الشكل وساعتها بحسب له المساحة. وفي بقى اللي هي شكل، هو أداة تانية بس اسمها بلانيميتر، ده أداة كده معينة بحطها على الخريطة زي ما قلنا، أصلا شغلنا في الجراف ده كله بخرايط، فبيظهر لي أرقام على الشاشة. وفي نسخة منه ميكانيكال اللي هي مثلا بسكيل أو كده، فساعتها عنده حاجة زي عداد زي ما قلنا أو سكيل، بجيب الآلة الأولى والأخيرة وبطرحهم من بعض ولا بشوف بجمعهم ولا أي نظام، وساعتها بجيب الأريا. كده بقى نلعب على مسائل السكاشن اللي هنحتاجها يعني كتطبيق على الطرق الحسابية اللي خدناها. دلوقتي جاب لي الشكل زي ده، زي ما قلنا لما بيجيب لي اي شكل قاعدة ثابتة لازم يكون جايب لي الطول بتاعته. اول حاجة يعني ممكن امشي على سكيمة كده عشان احسب بيها ارية اي شكل. اول حاجة زي ما قلنا بدور على اشكال اللي اقدر احسبها عادي بالمعادلات اللي عارفها من زمان. هنا طبعا واضح ان الشكل ده، طبعا هو هنا حطيت لي رايت انجلز، قال يعني بيقول لي ان ده وده 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 يعني بيتكونوا مستطيل، فكده اول شكل مستطيل. طيب في اشكال تانية؟ لا، في كيرف زي ده اركنه على جنب. ننقل بقى على الخطوات اللي بعد كده. تاني خطوة بعد خلاص ما خلصت تدوير، احاول اشوف لو في اشكال غير دي اقدر اقسمها لمثلثات. مفيش، لكن في المسألة الجاية هيبقى فيه. الخطوة الثالثة بقى ادور على كيرفات او زجزاج. الكيرفات زي ما قلنا مع سيمسون، والكيرفات والزجزاج مع القاعدة الترابيزويدال. طيب هنا في كيرفات بس، جبت الكيرفات اهي. رابع حاجة بقى اجيب العلاقة العامة. العلاقة العامة بقى بين الاشكال دي كلها اللي هم 4 كيرفات دول ايه؟ الاريا دي كلها انقص منها الاريا دي، عشان خلي بالي لما باخد اي كيرف او اي زجزاج لازم يكون ليه قاعدة مستقيمة. طيب يعني ده معنى الاريا دي بتاعت المستطيل كله، ونقص منها الاريا بتاعت الكيرف ده واجمع عليها اريا الكيرف ده واريا الكيرف ده، بكتب القاعدة العامة وبحسب الاريا بتاعت كل كيرف. نيجي بقى المسألة من مسائل السكاشن، ودي مسألة تانية برضو فكرتها حلوة. جاب لي الشكل ده، جاب لي تحت حاجة زجزاج. أول حاجة زي ما قلنا بحاول أطلع على قد ما أقدر أشكال منتظمة، اللي أو مش منتظمة، أشكال أقدر أجيب معادلاتها دايركت وبعمل فيها تعويض مباشر وأجيب الأريا بتاعتها. مفيش، أحاول أجيب أشكال زي دي بس غير مباشرة، اللي هي يعني شكل أقدر أقسمه ل مستطيلات مثلا او مثلثات او دوائر، فطلع لي الشكل ده وقدرت اقسمه لمثلثين. طيب ادور في حاجة تانية؟ لا مفيش. ادور بقى على الزجزاج او الكيرفات. هنا في زجزاج بس، وزي ما قلنا برضو لازم يكون ليه قاعدة مستقيمة. يبقى كده خلاص، كده في اريا 1 و 2 و 3. العلاقة بينهم بقى ايه عشان اجيب التوتال اريا؟ دي زائد دي زائد دي، وبحسب كل واحدة على جنب. A1 بشوف الجيفن اللي عندي، هنا مديني الطول ده والطول ده والزاوية بينهم، بستخدم الساين. تحت بقى حسب يعني، والله ممكن في ده هنا جايب لي الطول ده ماشي وجايب لي الزاوية دي، أنا ممكن أجيب له بقى الطول ده بقاعدة جيب التمام. يعني ده معناه في الشكل اللي زي ده قاعدة جيب التمام بستخدمها برضو عشان أجيب الطول التالت، فبالتالي بقى عندي كده 3 أضلاع، عدد الضلعين قصدي، وزاوية بينهم، فاستخدم برضو الساين. وفي المسألة الجاية هنلاقي نفسنا دخلنا في سكة قانون عم هيرون ده. طيب والاريا التالتة دي بتساوي ايه؟ هنا مقسمهم لي خلقة، قال لي هم متقسمين على 5 بارتيشنز، وكل بارتيشن فيها بتكون 45 متر، فبطبق نص القاعدة اللي هو 45 هو الفرق على 3 زائد الأول في الآخر. هي مثلا هنا أول ب7.5، الآخر هنا بصفر، علشان طابق بالظبط على النهاية. لكن لو كان مرتفع شوية يعني هو ماشي كده، يبقى ساعتها بحسب الهايت ده، وطبعا عشان ده ترابيزويدال فبالتالي 2 في بقية المجموع. كده خلاص جبت الاريا التالتة. دي بقى مسألة كانت جات في الشيت وفكرتها حلوة، يعني الشكل ده يعني تقريبا في كل العناصر اللي هنحتاجها. بسأل نفسي أول حاجة،
في اشكال اقدر اعرف معادلتها من غير ما تتعبني؟ اه، في المثلث ده، وده بسميه اريا 1، يعني ده ايه 1. اسال نفسي في اي اشكال تانية زي كده؟ لا. طب في اشكال زي كده بس indirect؟ اه، في اللي هو الشكل الرباعي ده، اقدر اقسمه لمثلثين. اقسمه كده ولا كده؟ لما اقسمه اكون ناصح، ما استخشمش. ممكن لو قسمته كده هضيع الزاويه دي عشان ما اعرفش النسبه كام، وما ينفعش استخبى واقول له ان هو بينصفها، مفيش اي جيفن بيقول هو بينصفها. فبريح دماغي واقوم قايل له بص يا عم الحاج، انا هقوم اقسمها كده، فبالتالي دي اريا 1 ودي اريا 2 ودي اريا 3. تمام كده، حلو جدا. في اي حاجة تانية اقدر اجيبها؟ لا. اسأل بقى نفسي، هل في كيرفات او زجزاج في الاتنين؟ حلو قوي. اجيب بقى القاعدة بتاعت كل واحدة، عشان زي ما قلنا اهم حاجة في القاعدة دي ان نجيب اهم حاجة في الكيرفات والزجزاج ان هما يكونوا ساندين على قاعدة مستقيمة. طيب كده خلاص، جبت دي وجبت دي، ودي اسميها اريا 4 ودي اسميها اريا 5. العلاقة بقى هنا بديهيا هتساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده. فاجيب اريا كل واحد بقى منفصل. نبدأ بالمربع ده، قصدي بالمثلث ده. هنا مديني زاوية والضلعين اللي عليها، فبستخدم الساين وبجيبها. هنا بقى وخلي بالي، هو هنا قال لي 4 فترات في 20 متر، يعني ده معناه هنا 20 20 20 20، يعني من هنا لهنا 80، ونفس الكلام هنا بس على 60. هنا بقى خلي بالي، هو هنا مديني المسافة من أول هنا لحد هنا ب60 متر، والمسافة دي برضو ب10 واحد من 10، يعني ده معناه الطول ده كله هيكون 70 واحد من 10. ودي غلطة يعني بنقع فيها كتير جدا، ان احنا لما يكون لازق لنا حاجة زجزاج كده وجنبها مثلث مثلا او حاجة زي كده، فساعتها بحسب بس الطول ده واسيب التاني. طيب كده عندي طول البتاعة دي اللي هو مثلث ده، وعندي طول المثلث من هنا، هو مديهولي برضو من هنا، والطول ده مديهولي ب20.3، مديني 3 صيدات، يبقى كده عندي قاعدة هيرون. فساعتها بقوم مطبقها، اللي هي بجيب نص المحيط واضربه في الفرق بين المحيط وكل ضلع كده، بفضل ماشي كده لحد ما في الاخر اخلص واقسمهم تحت الروت. طيب والاريا بقى 2 دي، هنا انا عندي الطول ده كله ب80 سم، وده كله مديهولي ب51.89. الطول ده بقى بجيبه بقانون الكوساين، عشان كده زي ما قلنا اي شكل زي ده اعرف ان انا في مرحلة من حياتي اطبق الكوساين، فطبقتها هنا. عندي 3 صيدات، اطبق بقى هيرون. لو جه واحد صعيدي هيقول لي طب خلاص انا جبت ال3 صيدات، يبقى ساعتها بقى اجيب الزاوية بقاعدة الكوساين رول بس بالعكس. طب ما هو كده هيزود على نفسه خطوة زيادة، ويزود على نفسه معادلات اكتر، وزي ما قلنا كل ما المعادلات بتكتر في الحاجات اللي فيها ساين وكوساين، كل ما الاجابة او كل ما الفاينل انسر هتكون اقل دقة. طب على ايه؟ طب ما انا خلاص جبت 3 صيدات كده بقاعدة مباشرة، قاعدة عمو هيرون، بجيب اللي انا عايزه كده. خلاص جبت الاريا بتاعت ده وده وده، فاضل لي بس الاريا بتاعت الشكل ده والشكل ده. ابدأ هنا اسأل نفسي، هو العواميد فردية او بطريقة اخرى؟ هل الديفيجنز زوجية الاتنين واحد؟ نعد العواميد عشان هي دي الاسهل، 1 2 3 4 5. فردية العواميد اه، يعني ده معناه ديفيجنز زوجية، 1 2 3 4 اه. يبقى كده بطبق سيمبسون على طول بالقاعدة اللي انا حافظها فوق. جبت كده خلاص الاريا بتاعت عم سيمبسون. انقل بقى على التاني، هنا قال لي 3 انترفلز في 20، واحد، فبحسبها ازاي بقى؟ بعتبر كل واحد كانه ترابيزيوم، وهنا مديني المسافة هنا 20 متر 20 متر 20 متر، فبقوم قايل له 20 على 2، وافتح القوس واقول له ده زائد النهاية اللي هي دي زائد دي في 2 زائد دي في 2، او 2 في حاصل الجمع دي زائد دي. لكن هنا زي ما قلنا لما بعد بتبقى المسافة على 3، وافتح قوس الاولى اللي هي دي زائد الاخيرة دي زائد 2 في الاعداد الفردية، يعني دي 1 2 3، يبقى دي
مفيش حاجة تانية، عشان أربعة والخمسة دي احنا حسبناها أصلا عشان النهاية، فبالتالي اتنين في تلاتة زائد أربعة في الفردية اللي هي اتنين وأربعة بقفل القوس. بس اتبقى لي بقى ابن الجارية ده اللي احنا قلنا عليه، احنا قلنا ساعات سيمبسون أو الترابيزوية ده اللي بيحطوا لنا ولاد الجارية. فولاد الجارية دول بحسبهم يا إما الشكل ده هيكون على هيئة ترابيزويد يا إما هيئة مثلث. هنا ربنا رحمنا هو مثلث، ومثلث قائم الزاوية كمان، فساعتها نص القاعدة في الارتفاع وخلاص. ولو ترابيزويد برضو نفس الكلام، يعني ده معناه الفايض أو الفلول بتاعة الكيرفات أو الزجزاج بيكون يا إما ترابيزويد يا إما مثلث، والمثلث ده بيكون طبعا قائم الزاوية عشان دايما الارتفاعات بتكون حقيقية كده أو نورمال عليها، وفي كل حساباتها بتكون سهلة كده. خلاص تقريبا احنا خلصنا حسابات الأريز، ولكن فاضل حاجة مهمة جدا جدا في المسائل دي. دلوقتي خلاص أنا حسبت الأريا وكل حاجة وحسبتها بالمتر المربع، هيقول لي بقى حولها للنظام الزراعي المتعارف عليه في مصر. ايه النظام الزراعي ده؟ دلوقتي لو رحت مثلا قرية وقلت له عايز اشتري حتة أرض ومساحتها كام، هو يقول لي مساحتها والله مثلا كذا فدان وكذا إيراد وكذا سهم. النظام ده اسمه النظام الزراعي، والنظام ده يعتبر من أقدم الأنظمة في التاريخ تقريبا. وكانوا زمان بيحسبوه ازاي؟ بيقولوا والله لو أنا جبت تور والتور ده قوته متوسطة، لا هو تور عنتيل ولا هو تور يعني خستع، وسبته ان هو يحرث ارض. الحرث ده ان هو مثلا بيكون رابطينه كده في حاجة اللي هو اسمها محرات، فهو كل ما ماشي بيجرد الارض تحته، فبشوف هو يقدر يحرث ارض قد ايه قبل ما يتعب. فهما لما حسبوا المسافة دي قالوا خلاص دي نخليها يعني مستوى الفدان بالنسبة لنا. ف من ساعتها وهما بيتعاملوا مع الفدان بالطريقة دي. الفدان المصري اللي هو بنتعامل عليه واللي هو متعارف عليه في شغلنا كله في النظام الزراعي بيساوي 4200 متر مربع. فاحنا بقى نرجع للحسابات بس. اهو النظام الزراعي، المسافة بتتقدر بالفدان، وفدان ده يعني مفروض كلمة في اللغات السامية اللي هي زي العربي والعبري، اللغات الشرق الأوسط دي أصلها معناها حقل، ما هو حقل يعني فدان. وزي ما قلنا أصلا القياس بتاعها بيكون إن التور الأفريج بيشوف هو بيحرث أرض قد إيه مساحة قد إيه. والفدان ده مكون من 24 إيراد، والإيراد مكون من 24 سهم. أنا بقى لو عايز أحول ما بين الفدان والمتر المربع ساعتها هادي التحويل 4200 و83 من 100 متر مربع. فهو بقى بيقول لي خلاص انت بعد ما حسبت المساحة ايا كان الشكل في المسألة اللي فاتت دي مثلا لو عليها 15 درجة هيقول لي مثلا 3 درجات الاخرانيين او الدرجتين انك انت تحول لي الكلام ده من المتر المربع للنظام الزراعي، يعني اقول له هي كام فدان كام ايراد كام سهم. طيب فانا بعد ما حسبت المساحة خلاص هنا 800 طلعت 8000 متر مربع، عشان اعرف فيها كام فدان بقسمها 4283 من 100 هو الرقم ده، طلع لي 1.9 يعني واحد فدان وكسر. اخد بقى الكسر ده واطلع منه الايراد بان انا بضربه في 24، قال يعني بقول ان الرقم ده من الفدان بضربه في 24 يطلع لي ايراد. طيب طلع لي 21 سهم وكسر، الكسر ده اقوم محوله لسهم، فساعتها الاجابة طلعت واحد فدان 21 ايراد 16.92 سهم. الكسور دي انا ما ضيعهاش ولكن انا بحولها، يعني النظام الزراعي لما بحوله لازم اقول له كام ايراد وكام سهم. لو هو قال لي حول لنظام زراعي وقلت له فدان بالكسر كده على طول هينقصني، لازم الاجابه النهائيه هقول له اف كي اس بالشكل ده، يعني لازم تطلع لي في الاخر الاسطمبه دي. وفي واحده بقى زياده كده ودول بيستخدموها في امريكا اكتر اللي هي وحده الهكتور. الهكتور دي بتساوي 10000 متر مربع، عشان ممكن مثلا بعد ما يجيب لي اريا بالمتر مثلا يقول لي هاتها لي بالهكتور وبعد كده بالنظام الزراعي، فساعتها بقوم قاسم على 10000 متر مربع وتطلع لي. وكتطبيق برضو زيادة للموضوع ده ممكن يقول لي حول مثلا الاريا دي للهكتور. السؤال ده لو جه في الامتحان بيكون مثلا عليه 3 او 4 درجات،
وبيكون كده سؤال سنجل لوحده. هو اصلا يعني غالبا لما بيجيب اسئله التحويلات دي بتكون في مساله متكامله، زي بالظبط لما اقول مثلا السكيل والتحويلات دي بيجيبها جزء من المساله. يعني هو عمره ما يجيلك مثلا سكيل خطي كده مثلا، او سكيل اللي هو مثلا بالارقام ده، ويقول لك احسب لي مثلا الاريا كذا ولا كذا، لا لازم يكون جزء في مساله متكامله زي اللي فاتت. طيب ولكن لو فرضنا هو جاب مثلا بثلاث اربع درجات، فانا عايز احول دي لهكتور. عشان احول اي حاجه الهكتور او لاي يونت تانية لازم ارجع ده للساي يونت بتاعتنا اللي هي المتر المربع. بس دي سهله بكتيره جدا. يعني الفدان ده اول حاجه برجع ده كله لكسر بالفدان، عشان لما اضربه في 4200 مره واحده اريح دماغي. ففدان زائد 21 24 زائد دي على 24 في 24، عشان بحول مره للكي اللي هو الايراد، وبعد كده بحول للفدان طلع لي الرقم ده. بعد كده بحوله متر مربع، وبعد كده من متر مربع بحوله للهكتور اللي هو عايزه. ممكن برضو مع الجزئية دي يقول لي الاسكيل، والله انت خلاص حسبتها على المساحة الحقيقية طلعت لك مثلا برقم ولنفترض 8000 متر مربع. في خريطة الاسكيل بتاعها مثلا 1 لـ40، احسب لي بقى المساحة على الخريطة. طبعا عارف الاسكيل بيساوي الفرق بين الاطوال، بيساوي النسبة بين الاطوال. لو ربعتهم مع بعض عارف ان التربيع الاطوال بيديني المساحات، فساعتها السكيل تربيع هيساوي المساحة على الخريطة على المساحة في الحقيقة. بس كده يعني خلاص احنا خلصنا التحويلات والسكيلز اللي هو ممكن يجيبها لي كجزء في المسائل بتاعة الأريز، واهتم بيها جامد عشان التحويلات دي يعني هتكون مفيدة في الحياة العامة برضو وبتريحني كتير.